طقوس روحية أم رياضة للتأمل؟ هذا ما يتردد لأذهاننا بمجرد سماع كلمة يوغا، فما أصلها ومن أين بدأت؟ لا تدع الإكزيما تؤثر على حياتك. يساعد بيبانتنسنس دورما على تهدئة حكة الإكزيما من دون كورتيزون وفي 30 دقيقة فقط. متى كانت آخر مرة قرأت فيها كتاباً أو مقالاً كبيراً لمجلة؟ هل عادات القراءة اليومية الخاصة بك مركزة على تويتر وفيسبوك؟ إذا كنت واحداً من عدد لا يحصى من الناس الذين لا يجعلون القراءة عادة بانتظام، قد تكون في عداد المفقودين. لحجز موعد، اضغط 1. للمقترحات والشكاوى، اضغط 2. أنا وحيدة وليس لدي أقارب أبداً، لكن قام رجل بالعناية بي منذ فترة طويلة، أما الآن فقد افترقنا.